ماشي تمام يا جماعة. تالت ليسون هي ال OOP، وكنا خدنا كام problem solving كده، كام بدأنا نحل كام سؤال. تعالوا نخش نشوف كده، أو تعالوا نفتحه من هنا. ماشي، تعالوا واحدة واحدة نشوف. odd or even، يعني ايه odd or even؟ المشكلة كانت ان انا عايز اشوف هل العدد ده زوجي ولا فردي. طيب ايه اللي يقول العدد ده زوجي ولا فردي؟ باختصار كده، لو انا قسمت الرقم ده على الاتنين، لو باقي القسمة زيرو يعني اربعة على الاتنين باتنين، باقي القسمة بتاعتها زيرو، لكن خمسة على الاتنين باقي القسمة يعني هتديني اتنين ونص، فالخمسة على الاتنين قسمتها اتنين ونص، هنا باقي القسمة كام؟ نص. تمام؟ طيب ده معناه ايه؟ ان ايه الفرق ما بين وليكن مثلا 3، 3 على 2 اداني 1 ونص. تمام؟ ففي دايما باقي قسمه. ففي حاله ان العدد زوجي ما بيبقاش فيه باقي قسمه، في حاله ان العدد فردي دايما يبقى فيه ايه؟ باقي القسمه. فباختصار انا بقول لليوزر دخل لي انتر يور نمبر وانا بحوله لانتجر. بعد كده لو هشوف الرقم ده باقي قسمته على 2 بزيرو، برنت ايفن يعني زوجي، else print odd يعني فردي. تعالوا نجرب كده، لو دخلت له 5 قال لي ايه؟ اوت. طيب لو دخلت له 8 المفروض يديني كام؟ ايفن. تمام ماشي، فده كان اول كود. خد اللي بعده، برايم اور نوت. اتمنى تكونوا فاكرين البرنامج ده. ماشي، عملت فانكشن اسمها ايه؟ از برايم. تمام، از برايم دي بتعمل ايه؟ انا بحاول افتكر معاك والله. از برايم دي كل اللي بتعمله، تمام، بتبدلها رقم. تمام، تعال افكركم، انا مش عارف بس هيظهر على ال... طيب ماشي، تعال افكركم، نفتح تكست كده ونشوف. ماشي، انا اول حاجة عايز اقول هل رقم 10 ده برايم ولا لا؟ اعمل ايه؟ او خلينا نقول الاول رقم 5 ده برايم ولا لا؟ اعمل ايه؟ ابدا اشوف الارقام من اول 2 3 4 5. تمام، فكل مره كل مره ببدا اعمل ايه؟ اقول 5 على الاثنين، 5 على الاثنين. تمام، 5 على الثلاثه كده بقول ايه؟ 5 على الاربعه، واخر حاجه 5 على الخمسه. تمام، او المفروض مش مفروض باقي القسم. حلو قوي، كل رقم انا عايز اشوفه هو برايم ولا لا، بمسك الرقم ده وبعمل فور لوب، بتعد من الاثنين لحد الرقم اللي انا واقف عنده، وفي كل عده بشوف هل باقي القسمه. يعني ايه باقي القسمه؟ 5 على الاثنين هيبقى ليها باقي قسمه، صح كده؟ هل هي ايكوال ايكوال زيرو؟ ده معناه ايه؟ لو 5 قبلت القسمه على الاثنين، تمام، المفروض يعني هنا المفروض 5 باقي قسمتها على الاثنين، مش هيديني زيرو، هيديني رقم تاني. تمام، اللعبه كلها لو انا لفيت اللفه دي كلها، تمام، وطلع رقم 5 باقي قسمتها على، وليكن الرقم اللي انا بقيسه باقي قسمتها على اي عدد من الاعداد دي، لو طلعت نتيجه واحده بس، ده معناه ان العدد مش برايم. لازم عشان العدد يبقى برايم لازم دايما 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 باقي قسمته على عدد الارقام من 2 لحد الرقم بتاعي ده، دايما 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 لازم، ما ينفعش رقم يتقسم الا على نفسه الا على الواحد. فاهمين قصدي؟ يعني طبعا انا معلش انا اسف، احنا مش عايزين نحط الاخيره دي، عايزين نلف لفه من 2 لحد الاربعه، باختصار كده من رينج الاثنين لحد الخمسه. فاهمين قصدي؟ طيب فهنا 5 بقى قسمتها على الاثنين هيطلع رقم مش زيرو، فهي من اخرها كده لا تساوي الزيرو، صح كده؟ نفس الكلام، 5 بقى قسمتها على الثلاثة رقم لا يساوي الزيرو، 5 بقى قسمتها على الأربعة رقم لا يساوي الزيرو. فباختصار أقدر أقول الخمسة هي عدد برايم. طب تعالوا نمسك مثلا رقم زي 7. تمام، فبعمل إيه؟ بقول 7 على 2، 7 على الاثنين، بعد كده 7 على الثلاثة، 7 على الثلاثة، بعد كده 7 على الأربعة،
7 على الخمسة، 7 على الستة، تمام؟ فبعمل فور لوب، بتبدأ تلف من 2 لحد الرقم اللي هو 7، يعني من آخرها من 2 لحد 6. ماشي تمام. 7 احنا قلنا بقى مش اسم، احنا قلنا باقي الاسم. ماشي، هل 7 باقي قسمتها على 2 تساوي 0؟ لا. 7 ب 3 باقي قسمتها تساوي 0؟ لا. باقي قسمتها على 4 تساوي 0؟ لا. باقي قسمتها على 5 تساوي 0؟ لا. 7 باقي قسمتها على 6 تساوي 0؟ لا. يبقى الرقم ده برايم، تمام؟ طب تعالوا نجرب 4 كده، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هنقول ايه؟ 4 على الـ2، مش 4 بقى، قلنا 4 باقي قسمتها على الـ2 هيساوي كام؟ 4 باقي قسمتها على الـ3، شوف هيساوي كام؟ بس كده. 4 باقي قسمتها على الـ2 هيديني فعلا 0، تمام؟ طالما اداك ناتج واحد بس من كل عمليات القسمة دي، ده معناه ان العدد ايه؟ مش برايم، تمام؟ فده اللي انا بعمله. انا بلف لفه من اول الرينج، من اول الاثنين لحد النمبر. لو انا حطيت هنا 7 هيلف 2 3 4 5 6، ما انساش ان الرينج ما بياخدش معايا اخر رقم بحطه. لو حطيت هنا 4 هيلف 2 3 بس، تمام. حطيت 9 2 3 4 5 6 7 8، ده اللي انا عايزه فعلا. هعمل فور لوب بتلف، ماشي، وفي كل لفه هجرب اقسم ايه على ايه. تعال نفتح كده، بقسم الرقم ال n اللي اليوزر حطه على الرقم اللي بيتكرر اللي هو ال i. فبقول if ال n الرقم اللي اليوزر حطه، المفروض هنا نمبر n، هنا انا اسف، for i in الرينج بتاع من 2 لحد النمبر ده. والله لو قسمت النمبر ده باقي قسمته على ال i اللي بيقعد كل شويه يتكرر ده ايكوال ايكوال 0، اعرف على طول اللي هو رجع لي الفانكشن نوت برايم. طيب لو الفور لوب خلصت كلها، تمام، وبمعنى ان انا ما عملتش ريتيرن نوت برايم من اخرها كده، مفيش ولا كونديشن اتحقق ان الباقي قسمتها بيساوي 0، يعني العدد كده فعلا برايم. بعد ما الفور لوب تخلص كويس اقول له ريتيرن برايم، تمام. طب نجربها. ال n بيساوي انبوت انتر يور نمبر، مش هيطلع على الشاشه انتر يور نمبر، وهحولها لانتجر. فالريزلت بيساوي از برايم ان، هنشوف الريزلت بقى. تعالوا نرن، لو دخلت له 5 المفروض ال 5 برايم، دخلت له 7 المفروض ال 7 برايم، دخلت له 4 اديني 14 ماشي هيديني نوت برايم، دخلت له 3 3 برايم، دخلت له 2 2 برايم، تمام كده ماشي. طيب ده كود تاني صغير كده عايز يجمع الارقام، ماشي، عايز يجمع الارقام. طبعا في حاجه كده نسيت اقولها لكم هنا. لو انا رنيت البرنامج ده حطيت رقم بقى كام، 1 مثلا، هيقول لي برايم. طبعا ده غلط. ليه؟ انا عايز بس احط كونديشن صغير قوي هنا كده، اقول له وناخد الفانكشن دي على طول بقى كده نحطها فوق. كل اللي زودته فانكشن دي كونديشن. والله لو الرقم اللي انت حطيته اقل من او يساوي الواحد، تمام، رجع لي ان هو نوت برايم، ماشي. يعني ممكن اليوزر يحط حاجه سالب، تعال نحط كده سالب 5، هيقول لي ايه؟ نوت برايم. او نقول رونج وخلاص، بس لا خلينا نقول ايه، نوت برايم، تمام كده يا جماعه. ماشي، تعالوا بقى نستخدم نفس الفانكشناليتي دي عشان نعمل ايه، نجمع الارقام البرايم من 1 لحد 100. ناخد بس كوبي للفانكشن ونحطها هنا تاني، ماشي تمام. عشان اجمع كنا بنعمل سم بيساوي 0 فور نمبر ان رينج، انا عايز اجمع من 1 ل 100، يعني من 1 ل 101، تمام كده. طيب عايز اتاكد في كل لفه، لا والله لو الرقم برايم اجمعه. احنا في البرنامج الاولاني كنا بنجمع كل الارقام، صح؟ ما كناش بنعمل كونديشن، لكن المره دي لازم اتاكد قبل ما اجمع الرقم ان هو برايم. بكل بساطه اجي اقول اف، وانا كنت عامل فانكشن فوق اسمها از برايم. لو از برايم النمبر بتاعي اللي انا لفيت عنده ده ايكوال ايكوال برايم، يعني قعدت الف لف لف وفي الاخر طلع الرقم برايم، رجع لي برايم، يعني اجمعه. سم بيساوي سم زائد السم، تمام. خلونا نقول دي ايه ريزلت عشان ما تتلخبطوش. الريزلت بيساوي ريزلت زائد النم، كل مره بجمع النمبر ده في الاخر خالص بطبع الريزلت. تعالوا نشوف كده اداني كام، 1160، تمام يا جماعه. ماشي، يلا ناخد البروجكت اللي بعده.
temperature ده كان انا فاكره كان بروبلم عشان اشوف الفانكشناليتيز بتاعتي عباره عن او فانكشنز بقدر استخدمها ازاي. طيب عملت فانكشن هنا سميتها temperature from celsius to kelvin وبديله درجه حراره بالسيليزيوس المفروض ارجعها له كلفن. طيب القانون بتاع الحراره ده ان انا لو عايز احول من سيليزيوس لكلفن بجمع على السيليزيوس 273 تمام. فكل اللي بقوله له temperature from celsius to kelvin احديك السيليزيوس اجمع لي عليها 273 واعمل لي لها ريتيرن رجعها لي تاني تمام كده ماشي. فبقول له ايه عملت فاريبل اسمه تم بسي ال اس يعني اختصار لتمبريتشر بالسيليزيوس بيساوي انتجر تمام. اليوزر بقول له انبوت يظهر له على الشاشه انتر تمبريتشر ان سيليزيوس باخد القيمه دي بحولها لانتجر واقول له التمبريتشر في الكلفن بيساوي ندهت على الفانكشن دي بس كده تمام وبديها قيمه التمبريتشر اللي اليوزر ايه كتبها وفي الاخر خالص بطبع القيمه بتاعت الكلفن. تعالوا نحط قيمه كده وليكن 10 فانا بدي له هنا 10 تمام 10 زائد 273 هيديني 283 مظبوط ماشي. عايزين نعمل برنامج يبدأ يشوف المساحة بتاعت الدايرة. قانون مساحة الدايرة عبارة عن ايه؟ ط نق تربيع ط اللي هي الباي ماشي نق اللي هو ايه الراديوس جميل كده ماشي. عشان استخدم الماثيماتكس عايز استخدم الباور اللي هو نق تربيع او راديوس تربيع او راديوس سكوير تمام. محتاج استخدم الفانكشن بتاعت الباور. اقدر استخدم الفانكشن بتاعت الباور ازاي؟ عن طريق اللايبراري اسمها الماس. عايز اعمل فانكشن ديفينيشن الفانكشن اسمها سيركل اريا بدلها نص القطر اللي هو الراديوس بيرجع لي ايه الماس دوت باي ده بيرجع لي 22 على 7 او 3.14 من 100 تمام. ضربته في الماس دوت بو بي او دبليو دي الاختصار للباور انا عايز اطبع الراديوس اس 2 فدي بديها الراديوس بتربعه لي وبتضربها في طه ماشي. فانا بقول لليوزر والله دخل لي سيركل راديوس انبوت تمام حوله الانتجر بعد كده هات الاريا بيساوي انده على الفانكشن اسمها سيركل اريا واديها الراديوس اللي اليوزر حاطه هيطبع لي الاريا. تعال نجرب كده نقول له انتر سيركل راديوس بيساوي 10 مثلا طبع لي الرقم ده تمام 3.14 من 100 طبعا 10 هو 10 في 10 بعمل ايه 10 اس 2 ب 100 100 في 3.14 من 100 314 بوينت كذا 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 تمام يا جماعه ماشي. ناخد اللي بعده يلا سام اوف ليس ذان 10 ده بيعمل ايه بيجمع بس لو الرقم اقل من 10 بيجمعه يعني بيجمع ارقام اللي اقل من 10. باختصار انا بدي له ليست زي دي كده 5 12 3 4 70 100 20 30 تمام. انا هعمل الفانكشن طبعا نسميها اسم غير ده كده sum numbers less than 10 انا بقول له بجمع الارقام اللي اقل من 10 تمام. انا عملت فانكشن سميتها اي اسم سميها زي اسم انا عايزه بديها الماي نمبرز بتوعي ماشي تمام. عملت فاريبل سميته summation بيساوي 0 نفس اللي احنا كنا بنعمله فور لوب بلف بقى ايه كل لفه على الماي نمبرز على الاري بتاعتي دي عايز اتاكد والله لو الرقم اقل من او يساوي ال 10 اجمعه غير كده ما تجمعوش تمام. اف نمبر اقل من او يساوي ال 10 نفس اللي احنا كنا بنعمله السميشن بيساوي سميشن زائد النمبر بتاعي. بعد ما اخلص الفور لوب خالص خالص رجع لي ايه الريزلت اللي هي سميشن بقى تمام. فانا هنا عندي اري 5 12 3 4 70 100 20 30 بقول له ايه نفذ عليها الفانكشن اللي اسمها سام نمبر ليس ذان 10 دي واديت لها ايه الليست بتاعتي. فهو هيلف كل لفه هيلاقي هل الخمسه اقل من 10؟ اه حلو اجمعها يبقى 5 اخرها كده 5 زائد 3 زائد 4 زائد بس كده خلاص 5 زائد 3 8 8 زائد 4 12 لما اجي اشغل كده هيديني فعلا 12 تمام ماشي. الاو او بي اللي كانت مضايقاكم سريعا كده الاو او بي هو اوبجكت اورينتد بروجرامنج يعني ايه؟ يعني بتعامل مع كل حاجه كانها اوبجكت تمام. عايز اعمل برنامج زي ما قلت لكم قبل كده مثلا الاوبجكت دي بقدر استخدمها في ايه؟ عايز اكتب مثلا اندرويد ابلكيشن تمام. عايز استخدم البلوتوث اوكي استخدم الكاميرا استخدم التاتش فانا مش محتاج ابقى عارف الحاجات دي كلها شغاله ازاي. لا باختصار الناس بتوع الاندرويد قال لي بص يا معلم انا هديك كلاس
تمام، او هديك كلاس، الكلاس دي اعتبرها تمبلت كده اسمها بلوتوث، فيها بروبرتيز وفيها فانكشنز او ميثودز ماشي. زي البلوتوث مثلا البروبرتي بتاعته هنقول مثلا نمبر اوف ديفايسز، الديفايسز اللي انا لقيتها تمام. عايز مثلا الديفايس نيم، انا اسم البلوتوث بتاعي ايه ماشي. الباسورد لو انا عامل باسورد خاص بيا عشان اي حد يكونكت عليا. الفولدر اللي اقدر اخزن فيه الداتا اللي جايه لي بالبلوتوث، كل الحاجات دي تعتبر بروبرتيز variables من اخرها كده. طيب ايه هي الميثودز؟ الميثودز باختصار هي الفانكشنز اللي جوه الكلاس. يعني البلوتوث مثلا اقدر اسكان اشوف البلوتوث ديفايسز، اقدر اريسيف، اقدر اسند، اقدر اكلوز الكونكشن، اقدر اكونكت بديفايس معين تمام. كل دي كلاسز، كل دي ميثودز جوه الكلاس بتاعتي. ده باختصار معنى الكلاس، هو تمبلت فيها بروبرتيز تمبلت بمعنى شكل معين كده للحاجه اللي انا بستخدمها تمام، فيها بروبرتيز وفيها الميثودز. بروبرتيز دي اللي هي الفاريبلز، والميثودز اللي هي الفانكشنز. فهنا اختصار، هنا عملت كلاس كده جميل اسمه فيكل، يعني اختصار للفيكل اللي هي وسيله مواصلات، عملت كلاس اسمها فيكل ماشي. دي الطريقه اللي انا بكتب بيها. طيب عايز اقول ان الكل فيكل ليها سبيد وليها كولر، فدي البروبرتيز بتاعت الكلاس بتاعتي ماشي. ايه الانت دي؟ ديفينيشن اندرسكور اندرسكور انت اندرسكور اندرسكور، دي تبقى فانكشن بنسميها الكونستراكتور. دي لما باجي اخد اوبجكت من الكلاس بتاعي بتتنفذ اوتوماتيك تمام. يعني تعالوا اهو قدام كده، معلش هاسف ان انا بس بسرع. يعني هنا عملت هيونداي فاريبل بيساوي، خدت اوبجكت من الفيكل سرعتها ب 100 لونها ريد، فانا قلت له بص اول لما تنده على اوبجكت وهديك شويه داتا، خد الداتا دي خليها بروبرتيز للكلاس بتاعتي. طيب تمام، ايه كلمه سيلف دي؟ سيلف ده فاريبل بيتحط معايا في كل الميثودز بتاعت الكلاس بتاعتي. فهنا الانت سيلف ده باختصار كده عباره عن فاريبل بيعبر عن اي حاجه جوه الكلاس بتاعتي. فانا هنا قلت الفاريبل اسمه سيلف. طيب عايز السبيد وعايز الكلر، ده معناه ايه؟ ان اي حد يجي كاريت فيكل جديده لازم يديني السبيد ويديني الكلر. هنا عملت فيكل اهو، حطيت السبيد بتاعها ب 100 والكلر بتاعها بريد ماشي. طيب عايز اعرف بقى بروبرتيز معينه جوه الكلاس بتاعتي، قلت ايه؟ سيلف دوت كلر بيساوي الكلر اللي اليوزر حاطه، سيلف دوت سبيد السبيد اللي اليوزر حاطه كده. دي البروبرتيز اللي في الكلاس بتاعتي اقدر استخدمها في اي حته في الكلاس بتاعتي. تعالوا نشوف، عملت فانكشن اسمها تشينج كلر، بديها نيو كولر من بره كده ماشي. فقلت له سيلف دوت كولر بيساوي نيو كولر اللي اليوزر حاطه ماشي. عملت فانكشن ثانيه اسمها درايف، درايف دي كل اللي بتعمله ايه؟ درايفنج ويز سبيد، وبيروح يطلع يجيب السبيد بتاعتي دي. تعال نجرب، هيونداي بيساوي فيكل، قلت له السبيد بتاعتها 100 والكولر بتاعها بريد، فانا كده خزنت جوه الكلاس بتاعتي او الاوبجكت بتاعي الكولر ب 100 والسبيد بتاعتي بريت. فلو انا دخلت على، اولا تعالوا نطبع كده نشوف الاول هيونداي دوت تمام الكالر هيقول لي نيم فيكل، انا اسف نشغل هيقول لي ريد. طيب هقول له السبيد هيقول لي كام؟ 100 تمام كده. طيب عايز انده بقى على فانكشن اقول له هيونداي دوت تشينج كولر، غير اللون خليه لي كام؟ خليه لي مثلا جرين تمام. طيب ما طلعش حاجه، تعالوا نشوف اصلا بقى هيونداي دوت كولر بقى كام الاول. هنا المفروض احمر، بعد ما غيرت الكولر بقى المفروض ايه؟ اخضر. تعالوا نشوف كده، انا اسف لازم اعمل برنت الاول. وان شاء الله اول مره كانت ريد زي ما انا حطيته، انا دخلت على فانكشن اسمها تشينج كولر غيرت الكولر اللي جوه ده، دخلت عليه تاني بقى ايه؟ جرين تمام كده. اوكي تعالوا ننده على الفانكشن اللي اسمها درايف، نقول هيونداي دوت درايف ونشغل كده، هيقول لي درايفنج ويز سبيد 100، 100 اللي انا حطيتها فوق هنا دي تمام كده يا جماعه. اوكي المشكلة التانية اللي كانت مضايقاكوا حتة الانهيرتنس أو الوراثة، إن كلاس تعرف تورث من كلاس تانية تمام. باختصار أنا عندي الكلاس اللي اسمها الفيكل اللي أنا حطيتها فوق ماشي، عندي وسائل مواصلات كتيرة جدا، زي إيه مثلا؟ زي الطيارة، زي العربية، زي الموتوسيكل، كل واحد فيهم بينفذ الفانكشن بتاعت الدرايف دي،
بس بشكل مختلف. يعني العربيه مثلا، عايز انفذ العربيه، اقول الفانكشن بتاعت الدرايف هي لما اجي انده عليها اقول ستارت ويز يور كي اند باور مي اون مثلا. انما البرين الفانكشن اللي اسمها درايف تقول لي اي ام فلاينج، ماشي؟ فتعالوا كده باختصار اقول له الماتسوبيشي دوت بيساوي كار، هي نفس الكلام، بدي له 10 السبيد، سوري اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، السبيد بتاعتي ب 100 والكولر بتاعتي بريد، ماشي؟ فاقول له متسوبيشي دوت درايف، عمل ايه؟ نده على الدرايف دي. واخدين بالكم ان انا واخد الكار بتنهرت من الفيكل والبلين بتنهرت من الفيكل، يعني ايه؟ يعني كانك خد كوبي كده من الفيكل وخلي الكلاس اللي اسمها كار دي هي الفيكل، تمام؟ بس انا هنا عملت ايه؟ غيرت الفانكشن اللي اسمها درايف الاصليه اللي كانت فوق دي، تمام، بالجديده دي، ماشي؟ ونفس الكلام البلين، غيرت خدت البلين دي خدتها بتنهرت من الفيكل، يعني ايه؟ يعني هي زي الفيكل بالظبط، مع اختلاف ان انا هغير على الاستراكشر بتاع الفانكشن اللي اسمها درايف، تمام؟ فانا لما اجي اقول الماتسوبيشي بيساوي كار السبيد بتاعتها ب 100 الكولر بتاعها بريد واقول درايف، هيديني ايه؟ ستارت ويز يور كي كذا كذا كذا. طيب البلين بيساوي، خدت اوبجكت من البلين قلت السبيد بتاعتها ب 700 والكلر بوايت، اقول درايف هيديني ايه؟ اي ام فلاينج. بس كده يا جماعه، ده كان البيزكس اوف بروجرامنج اللي احنا خدناه. من اول الفيديو الجاي بقى نبدا نشتغل على المشاريع. احنا المشاريع بتاعتنا يعني متشعبه لحاجات كتير، منها الويب ابلكيشن بحاجه اسمها الفلاسك، منها الديسك توب ابلكيشن بحاجه اسمها التكنتر، اشتغلنا بحاجه اسمها الويب سيرفيس وتعاملنا مع السيرفيسز اللي هي بعمل عليها كونكشن، بعمل كونكشن على سيرفيس معينه ويرجع لي حاجه كده، الريسبونس ده كنا بنسميه جيسون، تمام، ونتعامل بيه. الويب سكرابنج ده اللي هو انا بعمل ريكويست برضو على ويب بيج ويرجع لي اتش تي ام ال، بقى ببدا اجيب الداتا منه زي ما انا عايز، تمام. خدنا بعد كده الكمبيوتر فيجن وعرفنا ان في حاجه اسمها الاوبن سي في، وفي الاخر خالص خدنا الماشين ليرنينج وعرفنا ان في حاجه اسمها الاسكي ليرن اللي انا بقدر اتعامل بيها مع المودلز بتاعت الماشين ليرنينج، و لايبراري تانيه اسمها البانداس عشان اقدر اتعامل مع الداتا بتاعتي. احنا الليسون الجاي كمان ان شاء الله هناخد درس الاخير اللي هو ليسون 10، هيبقى انترنت اوف ثينجز، وهناخد بيه ازاي نقدر نكتب انترنت اوف ثينجز ابلكيشن باللي هي الكيت اللي اسمها الراسبري باي عن طريق البايثون. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.